موجودة هنا يعني أي شيء تشرب بروح المعنوية هذه موجودة عند كل واحد فينا. هنبدأ شوية تمارين بس تكون تمارين صعبة يعني عشان تجيبها زي ما راح يفكر في اللي بيسمعها. التمارين دي راح طبق شباب برافو هم هذا اللي تم ترى اللي بحال يجي معك ركز يا عبدو مسابقة الفرسان هذه مسابقة رياضية ندير فيها كل سنة، هذه حلتها الثانية، عبارة عن جري في مضمار 4 كيلومتر وفيه عوائق حوالي 15 عائق يشمل الطين، يشمل النزول في الماء، في التلج، التسلق حوائط، نزول تحت أسلاك شائكة وقفز على النار. مشاركات من وين؟ ما شاء الله من كل مناطق العاصمة جونا، حتى من ترهونة ومن قرابولي، مناطق بعيدة شوية يعني، والاعمار حوالي من 15 الى 35 هذا المتوسط. عبد الرؤوف الشريف، عضو او منظم داخل مهرجان فرسان. يا ريت تعطينا انطباعك بصوره عامه حول هذه المسابقه. والله الحق هي المسابقه كانت مبنيه على دعم الشباب وتغيير جو الشباب، هذه اول حاجه. ثاني حاجه الانطباع، العدد ما كناش متوقعين انه بيصير الاصداء بشكل كبير بشكل هواء، الروح او الاجواء كانت رائعه جدا، الشباب والاعمار كانت مختلفه، يعني عندنا من 16 سنه لما شاء الله يعني في حتى في الاربعينات، فالاجواء كانت بالفعل جدا رائعه اليوم يعني. شكرا لله. محمد خليل ان شاء الله متسابق ان شاء الله. فريق والله حلو، انا بالنسبه لي اول مره، والحق كانت تجربة حلوة حلوة، عوائق هيك نشبح فيهم بالعين، توقعت روحي نستاهلها، لكن الحمد لله، قصدي فيش حاجة مستحيلة، 4 كيلو ما شاء الله، هو مش من الأولين احنا، لكن كملنا المضمار وبروح، هذا شرف لي الحق. السباق كان الحقيقة ممتع، عوائق كانت صعبة شوية، لكن الجو كان ممتاز، التنظيم كان رائع، الحقيقة نشكر القائمين على المجهود هذا السباق، وأتمنى لهم التوفيق في الأنشطة القادمة.
وشكرا لكم موصول، بارك الله فيكم. صحيح.